مشاهدي صوت بيروت الانترناشونال، نحن معكم مباشرة من ملعب الدينامو في بيروت، حيث سيشهد هذا الملعب مواجهة حامية بين نادي دينامو ونادي بيروت الباسكتبول. تشر الإشارة إلى أنه في حال ربح فريق دينامو تنتهي هذه السلسلة لصالح دينامو. كيف حتكون النتيجة اليوم؟ بإذن الله للدينامو، بدنا نطوق فوق المية اليوم، وحتكون السلسلة النهائية 3-0 لإلنا. بعدين عنكم الرياضة شو حتعمل؟ الله بالرياضة. لحظة، أنت مع مين؟ مع الرياضة. شو جاي تعمل هون؟ شجع الدينامو. طيب إذا تواجه الدينامو ورياضة؟ رياضة، كل العالم هون رياضة. كمان انت بتشجع دينامو والرياضة؟ نحن دينامو للموت، رياضة للموت. طيب حيتواجهوا، ربما حيتواجهوا دينامو والرياضة قريبا، في حال اكيد يعني دينامو تفوق على بيروت والأهل، مع مين حتكون؟ دينامو قوي، ما بيربحوا. على مين؟ على عميل عبمو. اوكي، على بيروت مع الرياضة. مين بدك تشجع انت؟ ولا شكلك مع الرياضة انت؟ لا صراحة للرياضي. مع مين انت؟ اليوم يعني؟ مع دينامو بنعرف اكيد. اوكي عادي، بس عم نلاحظ انه اغلب الجمهور دينامو هو بالاصل مع الرياضي. دينامو اصلا، انا اليوم بيروت. مع بيروت؟ ايه. جاي تعمل هون؟ جاي. حيربحوا اليوم بيروت؟ ما بحس، بيربح دينامو. فاينل رياضة دينامو. انت لازم الجمهور، جمهور بيروت لازم تكون عندك معنويات بالمينيموم يعني. خلص يعني السريع خلصت 2-0، صعب كثير يبقى. انا مع الدينامو، انا مع الدينامو لانه الرياضه حيتقابلوا معهم، وانا حكماوي الاصل، فهلا دينامو لانه الرياضه دينامو فاينل. وحده وطنيه. اخي انا مع الحكمه، بس هلا عم شجع الدينامو كرمال دينامو رياضي، فانا مع الدينامو اكيد. هو هيك، هو بيقولوا انه انت اذا مع الحكمه لازم انت تشجع الرياضي لسبب انه كرمال تكون خسرته قدام البطل. لا لا لا، انا مع الدينامو لا الصراحه صراحه يعني. مرحبا شباب، مين عم بلش معك؟ مين عم تشجع اليوم؟ رياضي اليوم. جاي يشوف الدينامو ضدنا بالفينال كيف حيكونوا. خلص رياضي حيربحوا الرياضي بالاخر اكيد، حسمت امبارح البطوله. مين جاي يشجع؟ مثل ما هلا خلصت البطوله امبارح عنا. مع الرياضي كمان 3-0، يعني شو كله جمهور رياضي هون بعد هيدي 3-0. هي خالصة فاينل امبارح خلص، بس بعد هاي 3-0 ايزي. ايش هي تشجع اليوم؟ اليوم مع دينامو، اليوم مع دينامو. دينامو ام رياضي بعدين؟ اكيد رياضي. دينامو ام رياضي بعدين؟ رياضي. دينامو ام رياضي بعدين؟ رياضي اكيد. طيب ليه؟ كوز رياضي. ايش رياضي؟ دينامو ام رياضي بعدين؟ كلنا رياضي. انا من عزمك كلنا رياضي. عم دينامو اكيد دينامو. طيب بس يصير الدينامو مع الرياضي مين حتكوني؟ حكماوية. حكماوية بس اليوم دينامو. مين عم تشجع اليوم؟ دينامو اكيد. وبس تواجه الدينامو مع بيروت الرياضة اكيد دينامو، مش رياضي اكيد. حكموية اكيد. اللي حتعمليه مكيف. مين عم تشجع؟ ولا حدا. حكماوي جاي يتفرج بس. بس طيب هلا بالفاينل اذا تواجه الرياضة ودينامو، نعمل دينامو.
دينامو. ما لازم تشجع رياضي كرمال تخسر قدام البطل دينامو. بس دينامو تشجع هلا دينامو. حيربحوا دينامو اليوم اكيد اكيد اكيد. طيب وبس بس يتواجهوا مع الرياضي مع مين حكوني؟ اكيد دينامو. دينامو هيدي اول حدا بقى بيقلي هيك. كمان الدينامو للاخر مع الدينامو طبعا اكيد. مين عم تشجع علي الامان؟ اي انا حكماوي بس جاي لانه في حدا بيلعب مع الدينامو صح؟ يعني قبلك كثير حكماويه كان. اه هلا هي الخبريه. بس انا ماركور راموس فريند هو رفيقنا ونحن جايين كرماله اليوم. كيف رايت امبارح الحكماويه؟ عجبوكي؟ لا. ليه؟ لانه اول شيء كانوا عم يلعبوا كثير منيح باخر الكورد صاروا ما عم يلعبوا بقى منيح. مش ممكن الرياضي هن اللي شدوا؟ اليوم ناس كتير غير مع الرياضة يعني لو منه كانوا انسى ما حيشوفوها كيف؟ بس انه ايه بعض يعني شوي هي شو عم تحاول تقول؟ قلي عم حاول اقول انه حصلوا بحالهم الرياضة خيو مش حالها يعني شو بدنا نقول؟ هل قبل كنتوا محضرين هالمرة الجرايد كمان؟ جرايد ماني من هالنوع صراحة اللي بيستفز على السوشيال ميديا يعني بس انه اذا خسروا اكيد كنا شو بدنا نستفزهم هلا مين عم تشجع اليوم؟ اليوم دينامو. بالاصل مع دينامو ام هلا بس رياضي؟ رياضي يعني اذا تواجه رياضي والدينامو مع رياضي حكماوية انت عاطي ظهرك لحكماوي مع رياضي انا رياضي كمان بس امبارح 3-0 اكلها بس هذا اليوم مع فيصل كنت بيروت امبارح كيف برايك؟ يعني احنا بسطناهم لايه؟ هلا انا اول مره بشوف حكماوي ورياضي قاعدين لا مش متفقين بعد ما اتفقنا بعد لا بس يعني مشاهدينا الكرام مثل ما عم نشوف عميل اللي جاي يشجع اليوم والله جاي يشجع دينامو اليوم هلا ليك ما طلعني لانه انا عسكري بدي اطلع بدي اطلع عم نحكي نحكي رياضه بس جاي يشجع دينامو بس دينامو بس هلا اذا تواجه دينامو مع الرياضي مع مين حتكون دينامو دينامو للاخير دينامو تفضل اللي جاي يشجع اليوم دينامو اكيد دينامو 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 بس تواجهوا مع الرياضي دينامو اكيد الجاي ان شاء الله 6-0 معقول معقول ياخذوا يا اخي يربحوا على الرياضة دينامو؟ لا مستحيل صعب لا وين عم نعطيهم وحده من المنار وياسر مين جاي تشجعي؟ مين جاي تشجعوا؟ دينامو اكيد من دينامو؟ ايه حيربحوا على الرياضة برايك؟ اكيد حيربحوا على الرياضة؟ اكيد انت كمان بتقول هيك؟ لازم المرة الجاية لازم نشوف كل مكان إذا مشاهدينا الكرام يعني هذه الأجواء من هنا من ملعب دينامو دقائق قليلة وتبدأ هذه المباراة ما بين بيروت ودينامو ومن المتوقع أن يفوز دينامو أو بالأحرى مع تقدم دينامو يعني من المتوقع أن يفوز إلى النهائيات ويواجه الرياضي. اللافت بالموضوع أن غالبية الجمهور يشجعون دينامو ولكن هم بالأصل يشجعون فريق الرياضي وبالتالي يعني بعد سؤالهم عن من سيشجعون في النهائيات غالبيتهم يقول أنه سيشجع الرياضي. سنكون معكم خلال هذا اليوم وهذه المباراة في نقل مباشر آخر. ابقوا دائما عبر صوت بيروت انترناشنال. كان معكم غسان فران ألقاكم بعد قليل.